يعني لأنه في هذا الحلم بنشوف الحلم بنشوف كل التفاصيل لحياته ورسالته. أول شيء المرسل والله يسوع المسيح. هو فعلا أعطى رسالة كبيرة في الكنيسة وفي العالم. ثاني شيء المرسل يسوع، المرسل يوحنا بوسول. المرسل إليهم الشباب. يعني الشباب هو الحق الحقيقي لرسالة دون بوسكو ولرسالة أبناء دون بوسكو. لكن الحقل الثاني مش الكنيسة بالضبط، الكنيسة كموضع كموقع، بس لكن كنيسة دون بوسكو كان الملعب، كان الشارع، كان محل العمل، محل الشغل، كان السجن. واليوم احنا بحاجة لأن لم كل هؤلاء الأطفال هؤلاء الشباب من أماكن الضعف، من أماكن الغلط، من أماكن الخطيئة، كي يحولهم إلى أماكن النعمة. وفعلا الكلمات اللي ما ذكرتش في الحلم الأول كان أنت عن إيش بدك تحكي؟ نعم بدك تحكي عن شناعة الخطيئة قديش هو فعلا بشعة، ثم عن جمال النعمة. يعني دائما مش التشاؤم ولكن دائما التفاهم والابتسامة والتفاؤل. هذا روحانية دون بوسكو، ونحن إن شاء الله بنحاول نعيش هذه الروحانية اليوم اللي بحاجة أن نهدف شبابنا وكلنا إلى الهدف الأخير مثل ما قال يوحنا بوسكو عند سرير موته لما قال إني أنتظركم جميعا في السماء. وهذا أحسن وعد، وإن شاء الله نكون معه مش هون حول هذه الرفات ممكن نسميها، وهذا المجسم الذي يحتوي في داخله العلبة صغيرة في الصدر هون، وداخل هذه العلبة الإيد الصحيحة للقديس يوحنا بوسكو مثل ما هو مش محنت. فإذا نفكر شو يعني فعالية هذا العيد، عيد البركة، عيد الحل، عيد الشفاء، عيد العزاء. فإذا نطلب النعم اللي بدنا إياه في هذه المناسبة حتى نكون فرحين مثل ما قال دون بوسكو هنا على هذه الأرض لكي نتمتع بيسوع المسيح في السماء. آمين.